السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. معكم أستاذة تهاني حشيش، معلم اللغة العربية. اليوم نتابع معا أحداث قصة كفاح شعب مصر، والفصل السادس والأخير من الفصل الدراسي الأول، وهو شعب رشيد وحملة فريزر 1807. وكما سبق وذكرنا أن أحداث القصة منفصلة ولكنها متصلة في أهدافها العامة، حيث يتوقع بعد دراستها طبعا، والأهداف هذه أو هو جزء أساسي من العناصر الأساسية للقصة. تحدث أولا عن الدكتور عز الدين فراج ومؤلف القصة، وهو أديب مصري بارع إلى جانب كونه عالم متميز، تخرج في كلية الزراعة جامعة الملك فؤاد، وتعرفنا على الدكتور عز الدين فراج من قبل. نتحدث عن الأهداف العامة للقصة والفكرة العامة من القصة، وهي أنه بعد دراستها يتوقع أن نستنتج عوامل تحقيق النصر وقدرة الشعب المصري بجميع طوائفه على تحدي الصعاب، أن ندرك عظمة الشعب المصري وصموده ضد كل مستعمر ودخيل، نتعرف نماذج لشخصيات مصرية وأبطال عظماء ضحوا بكل غال ونفيس من أجل رفعة وطنهم، نقدر دور العلماء ورجال الدين في الدفاع عن الوطن، نجيد قراءة تاريخ مصر والفخر بما فيه من أمجاد وكبرياء، كذلك نعتز بشخصية وطبيعة المصري العريق الذي لا يقبل الذل والهوان على مر التاريخ، ونعلي قيمة الوطن ونرتقي بمكانته بين سائر الأمم. وهدف آخر مهم ذكرناه من قبل من دراستنا للقصة، وهو أن نتعلم عناصر القصة الأساسية حتى تتاح لنا الفرصة لمن يحب الكتابة أن يبدع معتمداً على مقومات القصة وعناصرها الأساسية، وهي الشخصيات والأحداث، السرد، البناء، الزمان، المكان، الفكرة، واللي سبق وذكرناها في الأهداف العامة للقصة. وبالنسبة للشخصيات، عندي الشخصيات اللي موجودة في الفصل السادس اليوم، شعب رشيد وحملة فريزر 1807. أولاً فريزر، وهو قائد الحملة الإنجليزية على الإسكندرية عام 1807 ميلادي. أمين أغا، وده كان محافظ للإسكندرية عند وصول الحملة الإنجليزية إليها، سلم الإسكندرية للإنجليز لأنه كان تركي الأصل. وعندي محافظ رشيد، وده تزعم المقاومة ضد الحملة الإنجليزية في مدينة رشيد، ووضع خطة لقتل الإنجليز والتخلص منهم. ده بالنسبة للشخصيات. بالنسبة لأهم البلاد والمدن التي ذكرت في الفصل السادس، الإسكندرية، وهي محافظة مصرية سلمها حاكمها أمين أغا إلى الحملة الإنجليزية. رشيد، ودي مدينة مصرية أبى شعبها الاستسلام للحملة الإنجليزية بقيادة فريزر، وقد قاد محافظها المقاومة الشعبية بها. بالنسبة للزمان، مارس 1807، وفي هذا التاريخ تحديداً وصلت الحملة الإنجليزية بقيادة فريزر إلى الإسكندرية. تم تسليم أمين أغا محافظ الإسكندرية للإنجليز، وصمت شعب رشيد أمام الحملة الإنجليزية بقيادة فريزر في هذا التاريخ 1807. بالنسبة للأحداث، وهي عنصر آخر من عناصر القصة، نجدها في الوقائع المنظمة والمذكورة في القصة، من بداية القصة من احتلال الهكسوس، ثم حلم قمبيز ملك الفرس، الحملات الصليبية، حملة لويس التاسع وأسره في دار ابن لقمان، والمغول الذين انتهت على أيديهم الدولة العباسية، وانتهاء أسطورتهم على يد قطز في موقعة عين جالوت،
ثم مكافحة المصريين ومواجهتهم للاحتلال الفرنسي، ثم إرادة الشعب وعزل الوالي الفاسد التركي خورشيد باشا 1805. السرد عبارة عن نقل القصة من الواقع إلى اللغة، يعني سياق القصة والحوار الذي التزم به الكاتب في سياق القصة. بالنسبة للبناء، وهو التطور اللي بيطرأ على الشخصيات وأحداثها وتبدل أحوالهم، مثل حال المصريين مثلا في الدفاع عن حقوقهم وحريتهم. في الفصل الخامس خورشيد باشا وكيف أنه كان حاكما ثم أصبح معزولا وهكذا، وها نحن في رحلة كفاح جديدة وقصتنا اليوم التي تدور أحداثها حول هجوم حملة إنجليزية بقيادة فريزر على الإسكندرية التي سلمها محافظها أمين أغا للإنجليز دون أي مقاومة، ورشيد التي تصدى أهلها بقيادة محافظها لهذه الحملة بكل شجاعة ونفذوا خطة محكمة نجحت في القضاء على تلك الحملة. نتعرض الآن لأحداث الفصل. صمود شعب رشيد. أحدثك اليوم عن شعب رشيد، هذا الشعب المجيد الذي أبى في عام 1807 أن يستسلم لجيش أكبر دولة في أوروبا وقتئذ. أبى أن يخضع أو يلين، بالرغم من أن حامية رشيد لم تكن تزيد على 700 جندي. كلمة يخضع أي يرضى بالذل، والمضاد يتمرد، أو يلين أي يسهل والمراد يضعف. بالرغم من أن حامية رشيد، الحامية هي جماعة من الجيش تحمي البلاد، وجمع كلمة حامية حاميات، لم تكن تزيد على 700 جندي، دلل على أن شعب رشيد شعب مجيد. الإجابة من خلال الفقرة، الدليل أنه رفض في عام 1807 أن يستسلم لجيش أكبر دولة في أوروبا وقتئذ، بالرغم من أن حامية رشيد لم تكن تزيد على 700 جندي. شوف الفقرة القادمة. أمين أغا يسلم الإسكندرية للإنجليز. وصلت الحملة الإنجليزية إلى الإسكندرية بقيادة فريزر في منتصف مارس 1807 ميلادية. فما كان من أمين أغا محافظ الإسكندرية وقتئذ إلا أن سلمها لهم، فقد كان تركي الأصل، لا يجري في عروقه الدم المصري الأبي الأصيل. متى وصلت الحملة الإنجليزية إلى الإسكندرية؟ وصلت الحملة في منتصف مارس 1807 بقيادة فريزر. من كان محافظها في ذلك الوقت كان أمين أغا محافظ الإسكندرية وقتئذ. هذه الحرب تعتبر من تداعيات الحرب النابليونية، فالهدف من الاستيلاء على الإسكندرية كان الغرض منه تأمين قاعدة عمليات ضد الدولة العثمانية في البحر المتوسط، وده كان جزء ضمن خطة أكبر لمواجهة التحالف العثماني الفرنسي للسلطان العثماني سليم الثالث. نرجع تاني لقصتنا، لماذا سلم أمين أغا الإسكندرية لقائد الحملة الإنجليزية فريزر دون مقاومة؟ طبعا سلمها لأنه كان تركي الأصل، لا يجري في عروقه الدم المصري الأبي الأصيل. تشاور أهل رشيد في كيفية مواجهة الإنجليز. وما إن وصل نبأ الجيش الإنجليزي الزاحف نحو رشيد إلى أسماع محافظ رشيد، حتى جمع العلماء والأعيان والأدباء والتجار وكبار رجال الحامية ومختلف طوائف الشعب،
في مؤتمر للتشاور في أمر هذا البلاء الزاحف نحوهم. ما موقف محافظ رشيد حينما بلغه نبأ وصول الجيش الإنجليزي؟ عندما علم محافظ رشيد بنبأ وصول الجيش الإنجليزي بعد تسليم أمين أغا الإسكندرية إلى الحملة، بدأ أنه يجمع العلماء والأعيان والأدباء والتجار وكبار رجال الحامية ومختلف طوائف الشعب في مؤتمر للتشاور في أمر هذا البلاء. ومعنى كلمة التشاور أي التحاور وتبادل الآراء والأفكار، والبلاء المقصود بها الشدة أو المحنة وضده الفرج. وقد افتتح هذا المؤتمر بكلمة منه يقول فيها: يا أهل رشيد، هذا يومكم وتلك دياركم، فدافعوا عنها بكل ما استطعتم من قوة، واعلموا أن مصير مصر كلها في أيديكم، أنتم أمام أمرين: إما أن تصمدوا لعدوكم وتستشهدوا في سبيل وطنكم دفاعاً عن دياركم وأبنائكم وأموالكم، وإما أن تكتبوا لأنفسكم الذل والعار والهوان، وهذا لا أرضاه لكم. فصاحت جموع الشعب في حماسة زائدة: الموت في سبيل الوطن غايتنا، والكفاح من أجله رسالتنا. الكلمة التي قالها محافظ رشيد، وكان في ذلك الوقت هو علي بيك السلانكلي، قال: يا أهل رشيد، هذا يومكم، هذا يومكم. إعراب يومكم هنا إيه؟ بعد اسم الإشارة هذا مبتدأ، ويومكم هتبقى خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، وكم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، كما اتفقنا أن الضمير إذا اتصل باسم يعرب مضاف إليه. وتلك دياركم أيضا، تلك دياركم هتبقى خبر أيضا مرفوع علامة رفعه الضمة، وكم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. والجملة الثانية معطوفة على ما قبلها: فدافعوا عنها بكل ما استطعتم من قوة، واعلموا أن مصير مصر كلها في أيديكم. كلمة كلها هنا إعرابها إيه؟ ماذا تعرب كلمة كلها؟ مصير مصر كلها. أولاً الضمير في كلها بيعود على مصر، ومصر هنا مضاف إليه مجرور، وهو علامة جره الفتحة عوضاً عن الكسرة. وكلها هنا هتبقى توكيد معنوي مجرور بالكسرة، فالضمير بيعود على مصر. لو حذفت كلمة كلها لن تتأثر الجملة. مصير مصر في أيديكم تحقق فيها الشرطين: أولاً الضمير، وثانياً أنها لو حذفت فلن تتأثر الجملة. إذن كلها هنا هنعربها توكيد معنوي. إما أن تصمدوا، وكلمة تصمدوا أي تثبتوا أو تستبسلوا لعدوكم وتستشهدوا في سبيل وطنكم دفاعاً. حبينا نعرب كلمة دفاعاً هنا نعربها. لماذا تستشهدوا في سبيل وطنكم دفاعاً؟ فهنا مفعول لأجله. وإما أن تكتبوا لأنفسكم الذل والعار. هنا خير محافظ رشيد شعبه بين أمرين، فما هما وأيهما اختار الشعب؟ خير محافظ رشيد شعبه بين الصمود والاستشهاد في سبيل الوطن أو قبول الذل والعار. وأيهما اختار الشعب؟ اختار الشعب الصمود والاستشهاد في سبيل الوطن. دي خريطة بتوضح اتجاههم من الإسكندرية، الحملة الإنجليزية من الإسكندرية إلى رشيد. دي منطقة رشيد ودي منطقة الإسكندرية. استعداد أهل رشيد للقاء الإنجليز. وبعد مناقشات استقر
رأي الجميع على المقاومة حتى الموت، وانطلق الأدباء يلقنون الشعب الأناشيد الوطنية التي ترددها الجماهير. وقد تجاوب صدى هذه الأناشيد في أنحاء رشيد. كلمة صدى هي رجع الصوت، وجمع كلمة صدى أصداء، وأنحاء أي جهات، والمفرد نحو. فبعثت الحماسة في النفوس، واستعد الناس لليوم الفاصل في تاريخهم استعدادا كبيرا. يبقى من خلال الفقرة على ما استقر رأي الجميع على المقاومة حتى الموت. كيف استعد أهل رشيد؟ البداية كانت بتلقينهم الأناشيد إثارة لحماس الشعب، وبالفعل تجاوب الناس مع هذه الأناشيد وبعثت الحماسة في النفوس، واستعد الناس لليوم الفاصل في تاريخهم استعدادا كبيرا. ثاني أمر، أرسل محافظ رشيد رسله إلى خارج المدينة. لماذا أرسلهم إلى خارج المدينة؟ ليخبروه بموعد قدوم جيش الإنجليز الزاحف نحوهم، مثل أي التجسس أو الجاسوس الذي يعلم الأخبار ثم ينقلها إلى المحافظ ليكون الشعب على استعداد للقائه. يبقى علل إرسال محافظ رشيد رسله إلى خارج المدينة حتى يعلموا أو يعلموا موعد قدوم جيش الإنجليز ويخبروا المحافظ ليكون الشعب على استعداد للقائه. وعندما رأى هؤلاء الرسل جيش العدو على بعد 4 كيلومترات من المدينة، انطلقوا مسرعين بجيادهم إلى المحافظ ليخبروه الخبر. المقصود بالجياد هنا الخيول، ومفرد جياد جواد. بأول شيء عملوه هي إثارة حماس الشعب بتلقينهم الأناشيد، ثم المرحلة الثانية هو إرسال محافظ رشيد بعض الرسل إلى خارج المدينة ليخبروه بموعد قدوم الجيش الإنجليز الزاحف نحوهم. وبالفعل عندما كان العدو على بعد 4 كيلومترات من المدينة، انطلقوا مسرعين بجيادهم إلى المحافظ ليخبروه بالخبر. حينت أهل رشيد لخداع الإنجليز، ولم تمضي لحظات حتى انطلق المنادون في شوارع رشيد يأمرون بالاستعداد والاختباء في المنازل والمتاجر حتى تحين اللحظة المناسبة. وفي دقائق معدودات كانت شوارع المدينة خالية من كل نشاط وحركة. لم تمضي لحظات حتى انطلق. لم تمضي، كلمة تمضي هنا فعل مضارع. لو حبينا نعرب كلمة تمضي، سبق كلمة تمضي هنا لم، وهو حرف جازم، فتمضي فعل مضارع مجزوم. علامة الجزم هنا هو إيه؟ حذف حرف العلة، لأن الماضي منه مضى فعل معتل الآخر. حتى انطلق المنادون في شوارع رشيد. حتى هو عبارة عن حرف بسميه حرف غاية. طبعا احنا تعرضنا لكلمة حتى في أكثر من موقع. تعرضنا لحتى عندما كانت حرف عطف، وعندما كانت حرف جر إذا سبقت اسم، وكذلك إذا أتت قبل فعل، ولكن الفعل الماضي لا تؤثر عليه، بينما تنصب الفعل الإيه؟ المضارع. وفي كل الأحوال هو عبارة عن حرف غاية، يفيد معنى انتهاء الغاية، الوصول إلى أقصى غاية، وحنتعرض إن شاء الله ليه بالتفصيل في التدريبات عن حتى. السؤال هنا، أو نكمل الأول بقية الفقرة اللي معانا. وزعت الجنود المصرية على المجاهدين من أهل رشيد على المنازل الواقعة في شارع دهليز الملك، والمشرفة عليه
باعتباره المدخل الرئيسي للمدينة. وزعت الجنود. لو نلاحظ إن كلمة وزعت هنا فعل مبني للمجهول، فعل مبني للمجهول، فعل ماضي مبني للمجهول. وزع ضم أوله وكسر ما قبل آخره، يبقى إذن الجنود هتبقى هنا نائب فاعل. وزعت الجنود المصرية مع المجاهدين من أهل رشيد على المنازل الواقعة في شارع دهليز الملك. يبقى أين وزعت الجنود المصرية؟ على المنازل الواقعة، اسم الشارع شارع دهليز الملك، والمشرفة عليه أي المطلة عليه، المنازل المطلة على شارع دهليز الملك. لماذا هذا الشارع تحديدا؟ باعتباره المدخل الرئيسي للمدينة، أن هذا الشارع كان المدخل الرئيسي للمدينة، فهو يسير مستقيما حتى ينتهي إلى حدودها الشرقية على ضفة النيل. كما صدرت الأوامر بفتح الباب الغربي المتصل بدهليز الملك، ففتح على مصراعيه أي جانبيه، ومفرد مصراع مفرد مصراعيه مصراع، طبعا مصراعيه هنا مثنى، مصراعيه مثنى والمفرد منه مصراع. وانسحب الجنود من خلف الأسوار إلى داخل المدينة، وعند الظهر دخل الجنود الإنجليز من باب المدينة آمنين. كيف دخل الجنود الإنجليز من باب المدينة آمنين؟ إذن كلمة آمنين هنا هنعربها إيه؟ حال، أجابت عن سؤال يبدأ بكيف. وكان الطريق الرملي بين الإسكندرية ورشيد قد أنهكهم أي أتعبهم وأضعفهم، وكان اليوم شديد القيظ أي شديد الحرارة على الرغم من فصل الربيع. إذن ما الخديعة التي دبرها أهل رشيد لفريزر وجنوده؟ ناخد كده فكرة فكرة. أول حاجة، وزعت الجنود المصرية مع المجاهدين من أهل رشيد على المنازل الواقعة في شارع دهليز الملك، والمشرفة عليه باعتباره المدخل الرئيسي للمدينة. وبعدين صدرت الأوامر بفتح الباب الغربي المتصل بدهليز الملك، ففتح على مصراعيه. ثالثا، انسحب الجنود من خلف الأسوار إلى داخل المدينة كتمويه. ثم دخل طبعا الجنود الإنجليز من باب المدينة آمنين، لم يشعروا بأي قلق من جانب المصريين، ولم يعترض أحد طريق الغزاة المعتدين، بل جالوا في المدينة ولم يصادفوا فيها إنسانا. جالوا في المدينة أي طافوا وتنقلوا في المدينة، لم يصادفوا فيها إنسانا. وراقهم ما يشاهدون في رشيد، راقهم أي أعجبهم، من حدائق فيحاء، كلمة فيحاء أي واسعة ذات رائحة جميلة منتشرة، وجمع كلمة فيحاء فيحاوات. ورأوا أول مرة مياه النيل العذبة الجارية وضفتيه المزدانتين بالخضرة الزاهية. ضفتيه أي شطيه وساحليه، ضفتيه شطيه وساحليه، والمفرد ضفة والجمع ضفاف. جالوا في المدينة ورأوا أول مرة مياه النيل العذبة الجارية وضفتيه المزدانتين بالخضرة الزاهية، وقد قامت أشجار النخيل الباسقات على جانبيه، فاتخذوا من شارع دهليز الملك والشوارع الأخرى مكانا للاستراحة بعد أن اطمأنوا لعدم وجود المقاومة. خلعوا أسلحتهم وتحرروا من أمتعتهم واستكانوا إلى الدعة. كلمة النخيل الباسقات، الباسقات أي العاليات ومفردها الباسقة، وكلمة تحرروا أي تخلصوا من أمتعتهم، واستكانوا أي مالوا إلى الدعة اللي هي الراحة ومضادها التعب، وأخذوا يتسامرون يتحدثون ويتضاحكون، وقد انتشروا في شوارع المدينة طبقا
للخطة المرسومة طبقاً أي وفقاً للخطة المرسومة يستظلون بظلها الظليل، وفجأة انهال عليهم الرصاص من شرفات المنازل ونوافذها يحصدهم حصداً. قبل ما نكمل بقية القصة نشوف السؤال هنا، ما الذي أعجب الغزاة في رشيد؟ ما الذي أعجب الغزاة في رشيد؟ أعجبهم ما شاهدوه فيها من حدائق واسعة ومياه النيل العذبة الجارية وضفتيه المزينتين بالخضرة وأشجار النخيل العالية على جانبي النيل. أعجبهم إيه تاني؟ ما شاهدوه فيها من حدائق واسعة ومياه النيل العذبة الجارية وضفتيه المزينتين بالخضرة وأشجار النخيل العالية على جانبي النيل. طبعاً هنا الخطة التي رسمها الشعب بدأت في النجاح، حيث خلعوا أسلحتهم وتحرروا. ليه؟ لأنهم اطمأنوا لعدم وجود مقاومة، فتحرروا من أمتعتهم واستكانوا إلى الدعة، وبدأوا يتسامرون ويتضاحكون وانتشروا في شوارع المدينة. وفجأة انهال، أي نزل بشدة عليهم الرصاص من شرفات المنازل ونوافذها. شرفات مفردها شرفة، وهي بناء خارج البيت اللي هو احنا بنسميه البلكونة. ونوافذها يحصدهم حصدا. وفي غمرة هذه المفاجأة خرج من المنازل الجنود والأهالي المجاهدون. كلمة غمرة أي شدة هذه المفاجأة، خرج من المنازل الجنود والأهالي المجاهدون وقاتلوا الإنجليز بالسلاح الأبيض، ففتكوا بهم فتكا ذريعا، أي قتلوهم قتلا قويا سريعا. واشترك النساء في المعركة، فكنا ينشدن الأناشيد ويضربن بالضفوف، وفت ذلك في عضد الإنجليز. فت أي كسر قوته، كسر قوة ذلك في عضد أي ساعد، المقصود بكلمة عضد ساعد، وجمع كلمة عضد أعضاد، والتعبير كله بمعنى فت ذلك في عضد الإنجليز أي أضعف قوتهم، أضعف قوتهم، وخرجوا من باب المدينة ضاربين في الصحراء. ضاربين أي هاربين أو مبتعدين في الصحراء. ما الخديعة التي دبرها أهل رشيد لفريزر وجنوده؟ دخل الإنجليز رشيد في أمان، فلم يعترض أحد طريقهم، ولما اطمأنوا لعدم وجود المقاومة خلعوا أسلحتهم، وفجأة خرج الجنود والأهالي من مخابئهم وقاتلوا الإنجليز بالسلاح الأبيض وأطلقوا الرصاص عليهم، ففروا هاربين إلى الصحراء. إذا تلك الخديعة التي دبرها أهل رشيد لفريزر وجنوده، وبالفعل نجحت هذه الخدعة. أما دور النساء فكان قوي في هذه الحملة، فكنا ينشدن الأناشيد ويضربن بالدفوف. لماذا؟ لإثارة الحماسة بين الجنود وبين الرجال من شعب رشيد. بكده انتهى الفصل. نتكلم عن ملخص لهذا الفصل. رفض شعب رشيد في عام 1807 أن يستسلم لجيش إنجلترا، أكبر دولة في أوروبا وقتئذ، بالرغم من أن حامية رشيد لم تكن تزيد على 700 جندي. سلم أمين أغا الإسكندرية لقائد الحملة الإنجليزية فريزر دون مقاومة،
لأنه كان تركي الأصل لا يجري في عروقه الدم المصري الأصيل. جمع محافظ رشيد طوائف الشعب وخيرهم بين الصمود والاستشهاد أو قبول الذل والعار، فاختاروا الصمود والاستشهاد والمقاومة حتى النهاية. استعد أهل رشيد لمواجهة الجيش الإنجليزي، فاختبأوا في المنازل. كيف استعد أهل رشيد؟ اختبأوا في المنازل والمتاجر وتركوا الإنجليز يدخلون رشيد في أمان ويخلعون أسلحتهم، ثم خرجوا فجأة من مخابئهم وقاتلوهم بالسلاح الأبيض وطلقات الرصاص حتى مات الكثير منهم وفر الباقي إلى الصحراء. نشوف بعض الأسئلة مراجعة على أحداث الفصل. متى وصلت الحملة الإنجليزية للإسكندرية؟ في منتصف مارس سنة 1807 ميلادية. من محافظ إسكندرية في ذلك الوقت وموقفه من الحملة؟ طبعا محافظ إسكندرية هو أمين أغا، وموقفه أنه استسلم وسلم الإسكندرية للإنجليز بدون أي مقاومة، وذلك لأنه تركي الأصل لا يجري في عروقه الدم العربي الأصيل. كم كانت حامية رشيد في ذلك الوقت؟ وما موقف محافظ رشيد عندما علم بمجيء الإنجليز؟ لم تكن تزيد على 700 جندي. كانت الحامية اللي هو الجيش المكلف بحماية رشيد كان حوالي 700 جندي فقط. إيه موقف محافظ رشيد عندما علم بمجيء الإنجليز؟ إنه جمع الأعلماء والأعيان والأدباء والتجار وكبار رجال الحامية ومختلف طوائف الشعب في مؤتمر للتشاور للتحاور في هذا البلاء الزاحف نحوه. خير محافظ رشيد أهل رشيد بين أمرين، فما هما وما الذي اختاره الشعب؟ الأمران هما إما أن يصمدوا لعدوهم ويستشهدوا في سبيل الوطن دفاعاً عن الوطن والأبناء والأموال، وإما أن يكتبوا الذل والعار والهوان على أنفسهم ويستسلموا، وهذا لا يرضاه محافظ رشيد. ماذا اختار أهل رشيد؟ اختاروا الأمر الأول وهو الصمود والثبات والدفاع عن الوطن والمقاومة حتى الموت. ما الدور الذي قام به الأدباء؟ كانوا يحفظون الشعب الأناشيد الوطنية التي ترددها الجماهير وقد انتشرت في أنحاء رشيد. كان لها صدى، أي انتشرت في أنحاء رشيد، فكان لها أثر كبير في بعث الحماسة في النفوس. لماذا أرسل محافظ رشيد رسله خارج المدينة؟ ليخبروه بموعد قدوم جيش الإنجليز الزاحف نحوهم، ليكون الشعب على استعداد للقائه، وعندما أرسلوا العدو على بعد 4 كيلومترات من المدينة أخبروا المحافظ بالفعل. ما الخطة التي وضعها محافظ رشيد للقضاء على الإنجليز؟ الخطة كانت أولاً انسحاب الجنود من خلف الأسوار إلى داخل المدينة، ثم إخلاء شوارع المدينة من أي حركة والاختباء في المنازل والمتاجر، توزيع الجنود مع المجاهدين من أهل رشيد على المنازل الواقعة في شارع دهليز الملك والمشرفة عليه، وفتح الباب الغربي المتصل بدهليز الملك. لماذا وزعت الجنود على المنازل الواقعة في شارع دهليز الملك؟ وذلك زي ما اتفقنا أنه كان المدخل الرئيسي لمدينة رشيد. كان هذا الشارع هو المدخل الرئيسي لمدينة رشيد، وهو الذي سيدخل منه الإنجليز، وحتى يكونوا على أتم استعداد للقضاء على الإنجليز. متى دخل الإنجليز المدينة وكيف كانت حالتهم ولماذا؟
دخلوا باب المدينة عند الظهر وقت الظهيرة، وكانوا شديدي التعب بسبب الطريق الرملي بين الإسكندرية ورشيد وبسبب شدة الحر. هذا مما جعلهم يضعوا أسلحتهم ويميلوا إلى الراحة. ماذا أعجب الغزاة في رشيد؟ أعجبهم ما شاهدوا في رشيد من حدائق واسعة ومياه النيل العذبة الجارية وضفتيه المزينتين بالخضرة وأشجار النخيل العالية على جانبي النيل. صف المعركة موضحا مواقف البطولة فيها. أولا، إنهال المصريون على الإنجليز بالرصاص من شرفات المنازل ونوافذها يحصدهم حصدا، وخرج الجنود والأهالي المجاهدون من مخابئهم وقاتلوا الإنجليز بالسلاح الأبيض وأطلقوا الرصاص عليهم ففروا هاربين إلى الصحراء. على فكرة، السلاح الأبيض سمي بذلك ليس لأنه أبيض، ولكن يعني نسبة إلى لون نصال الأسلحة اللي هي عبارة عن السكاكين، السيوف، الخناجر، السنج المطاوي، اللي هي الأسلحة التي لا تدخل فيها الأسلحة النارية. وضح دور النساء في المعركة. طبعاً اشترك النساء في المعركة بإنشاد الأناشيد وضرب الدفوف لإثارة الحماسة في الجنود المصريين. يبقى كان دور النساء هو إثارة الحماسة. كيف أثرنا حماسة الجنود المصريين؟ عن طريق إنشاد الأناشيد وضرب الدفوف. والدفو عبارة عن آلة يطرق عليها أو يضرب عليها تسمى دف. إيه هي الدروس المستفادة من هذا الفصل؟ الشعب المصري عزيز النفس يرفض الذل، ضرورة تطبيق مبدأ الشورى، حيث عندما اجتمع محافظ رشيد مع العلماء والأدباء وغيرهم للتشاور في هذا البلاء الذي تتعرض له البلاد، دور العلماء والأدباء في الدفاع عن الوطن، كان هم من أخذ بمشورتهم، ضرورة مساندة الشعب للشعب، مساندة الشعب للجيش في مقاومة المحتل، لأن كان هنا شعب رشيد له دور عظيم جدا في إحراز النصر ومطاردة الأعداء وخروجهم من رشيد بإحكام هذه الخطة المدبرة من المحافظ وطوائف الشعب المختلفة من علمائه وأدبائه وبالتعاون طبعا مع الجيش. الحرب خدعة، وده طبعا كانت واضحة جدا في الطريقة التي نفذها محافظ رشيد عندما اختبأ الشعب مع الجنود في المنازل المطلة على شارع دهليز الملك، حتى يشعر الجنود الأعداء بالأمان، وبالفعل قد شعروا بالأمان وتخلوا عن أسلحتهم وبدأوا يتضاحكون ويتسامرون ويتجولون في المكان مستمتعين بالمناظر الخلابة في رشيد دون أن يفكروا في أن هناك من يريد المقاومة أو غيره. حتى انهالت فجأة، كان هنا عنصر المفاجأة، انهالت فجأة طلقات الرصاص عليهم من المنازل والنوافذ. بكده ينتهي الفصل. ناخد أول تدريب. تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. كثرت ضحايا الإنجليز لأنه قلة ضعيفة، أم عزل من السلاح، أم وضعوا أسلحتهم للراحة؟ الإجابة أنهم وضعوا أسلحتهم للراحة، لأنهم كانوا داخلين المدينة وهم على استعداد للحرب، ولكن نتيجة للخدعة التي قام بها أهل رشيد واطمئنانهم للأمر وأن ليس هناك أي مقاومة من شعب رشيد، توقع أنه سيحدث في رشيد مثلما حدث في الإسكندرية من قبل،
ولن يكون هناك مقاومة، فبدأوا يطمئنوا ويضعوا أسلحتهم للراحة، خاصة بعد الطريق الرملي الصعب الذي كان يسيرون فيه ما بين رشيد والإسكندرية مع شدة الحر. وزعت المقاومة الوطنية في شارع دهليز الملك، كل شوارع رشيد، أم المساجد والمدارس. طبعا شارع دهليز الملك، لماذا هذا الشارع بالأخص؟ قلنا لأنه هو المدخل الرئيسي للمدينة، فكان يسير مستقيما حتى ينتهي إلى حدودها الشرقية على ضفة النيل. فتح أهل رشيد الباب نقط المتصل بشارع دهليز الملك، الشرقي أم الغربي أم الجنوبي؟ الشرقي، الغربي، الجنوبي. فتح أهل رشيد الباب الغربي المتصل بدهليز الملك. تدريب رقم 2، أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. عندما علم محافظ رشيد بنبأ وصول الجيش الإنجليزي، جمع نقط للتشاور طبعا معهم، جمع إيه؟ العلماء والأعيان والأدباء والتجار وكبار رجال الحامية ومختلف طوائف الشعب. سلم أمين أغا الإسكندرية للإنجليز لأنه تركي الأصل، لا يجري في دمائه الدم المصري العريق. وصلت الحملة الإنجليزية إلى نقط أولاً، ثم اتجهت إلى نقط. وصلت الحملة الإنجليزية إلى الإسكندرية، سلمها محافظها إليها، ثم بعد ذلك اتجهت إلى رشيد. إلى الإسكندرية ثم إلى رشيد. آخر تدريب معانا، لم تمض لحظات حتى انطلق المنادون في شوارع رشيد يأمرون بالاستعداد والاختباء في المنازل والمتاجر حتى تحين اللحظة، وفي دقائق معدودات كانت شوارع المدينة كلها خالية من كل نشاط وحركة. لم تمضي، كلمة تمضي الأول هنشوف الأسئلة بتاعتنا، الاستعداد والتخطيط الجيد، أول سؤال معانا، الاستعداد والتخطيط الجيد هما السبيل لتحقيق النصر. وضح في ضوء تلك العبارة ومن خلال أحداث الفصل الدور الذي قام به أهل رشيد البواسل في صد العدو الإنجليزي سنة 1807. السؤال ده كأنه بالضبط كده يعني اختصار للفصل كله. أولاً الشعب اختار الصمود والمقاومة حتى الموت، فوضعوا خطة للتغلب على العدو الإنجليزي، وهي اختباء الجنود والأهالي في المنازل والمتاجر المطلة على شارع دهليز الملك حتى تحين اللحظة المتفق عليها. وتم توزيع الجنود مع المجاهدين على المنازل، وفتح الباب الغربي المتصل بشارع دهليز الملك على جانبي. وعندما دخل الإنجليز رشيد آمنين اطمأنوا، فلم يعترض أحد طريقهم، فوضعوا أسلحتهم، خاصة بعدما نالهم التعب والضعف من الطريق الرملي بين الإسكندرية ورشيد مع شدة حرارة الجو. فانتهز الشعب الفرصة وخرج فجأة الجنود والأهالي من مخابئهم وقاتلوا الإنجليز بسلاحهم الأبيض وأطلقوا الرصاص عليهم، ففروا هاربين إلى الصحراء. ده عبارة عن تلخيص للفصل كله في سؤال، من بداية من اختيار الشعب عندما خيره محافظ رشيد بين الصمود والمقاومة أو الهزيمة والذل، طبعا اختار الشعب الصمود والمقاومة حتى الموت. وبعد كده نوضح ايه الخطة اللي وضعوها الشعب وبالاشتراك مع طبعا محافظ رشيد للتغلب على العدو الإنجليزي، ومراحل هذه الخطة، وكيف انتهت هذه الخطة بنجاح الشعب في طرد الإنجليز إلى الصحراء.
شوف السؤال الثاني، أعرب ما تحته خط. كلمة تمض زي ما احنا شايفين فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه هنا حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. نراجع مع بعض كده سريعا، ايه هي ادوات جزم الفعل المضارع؟ ايه هي ادوات جزم الفعل المضارع؟ عندي لم، لما، لام الامر، ولن هي. كلمه تحين، حتى تحين اللحظه، حتى تحين اللحظه. كلمه تحين هنا جاء قبلها الحرف حتى، فاذا تحين هنا مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة. نتذكر سريعا ما هي أدوات نصب الفعل المضارع؟ أن، لن، تمام، كي، حتى، ولام التعليل. كانت شوارع المدينة، شوارع المدينة كلمة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. كانت شوارع المدينة كلها خالية، خالية من كل نشاط. كلمة خالية هنا علشان أعرف أنا بجيب الجملة من بدايتها، بداية الجملة عندي كانت شوارع المدينة كلها خالية من كل نشاط، إذا بداية الجملة كانت، اسم كانت شوارع مرفوع علامة رفعه الضمة. إيه الخبر المتمم لكلمة شوارع؟ خالية. يبقى إذن خالية هنا خبر كانت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. عايزين نستخرج من الفقرة السابقة اسما مبنيا وآخر معربا. طبعا الأسماء المبنية كانت مثل ما اتفقنا في بداية دروسنا، اللي هي ممكن نستخرج ضمير، اسم إشارة، اسم موصول، بعض الظروف، أسماء الاستفهام وغيرها. هنا من الواضح إن مفيش يعني من هذه الأسماء غير الضمائر المتصلة، زي مثلا الفعل يأمرون، يأمرون أهوت، لا أنا بشاور عليه يأمرون، أدي الواو، واو الجماعة هنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. عندي كمان كلمة كلها، هنا أيضا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. عايزين كمان نستخرج اسم معرب. الاسم المعرب أي اسم غير الأسماء المتعارف عليها المبنية هيبقى اسم معرب. يعني لو بدأنا الفقرة بتاعتنا بداية من كلمة لحظات، المنادون، شوارع، رشيد، الاختباء، المنازل، المتاجر، اللحظة، غيرها، كل هذه الأسماء أسماء معربة. عايزين نستخرج نعت ونذكر نوعه. كانت شوارعنا، هنحاول نساعدكم في السطر الثاني، وفي دقائق معدودات، دقائق معدودات، معدودات هنا نعت مجرور وعلامة جره الكسرة أوت، لأن طبعا المنعوت اللي هو دقائق اسم مجرور أوت بحرف الجر فيه، والنعت من التوابع، يبقى إذن كلمة معدودات هنا هتبقى نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب نوعه إيه؟ طبعا مفرد، يعني لما أطلب منك النوع هتقول لي مفرد ولا جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة، فهنا النعت نوعه مفرد. عايزين نستخرج كمان حال جملة واذكر الرابط. الحال الجملة زي ما اتفقنا احنا بنستخرجه ازاي، الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. أي أنا بدور على اسم معرفة، وبعدين بالنسبة لي الحال الجملة بدور على جملة يكون فيها ضمير متصل بهذا الاسم المعرفة أو يتعلق بهذا الاسم المعرفة. أنا عندي في الجملة الأولى انطلق
المنادون في شوارع رشيد. دي كده جملة تامة. انطلق دي فعل ماضي، المنادون ادي فاعل مرفوع بالواو، في شوارع رشيد ادي فعل وفاعل، انتهت الجملة. وبعدين جاء بعد ذلك جملة فعلية اللي هي يأمرون بالاستعداد. جملة يأمرون، يأمرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون واو الجماعة، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب واو الجماعة هنا بيعود على مين؟ يأمرون، اللي هم مين اللي بيأمروا؟ المنادون. المنادون يأمرون بالاستعداد. يبقى إذن واو الجماعة في الجملة الفعلية يأمرون بيعود على المنادون اللي هو الاسم المعرفة. إذن هنا الجملة الفعلية هتبقى في محل نصب حال، والرابط عندي هو واو الجماعة. عايزين كمان نستخرج معطوف ونعربه. أنا عندي حرف العطف الواو، الاستعداد والاختباء، الاستعداد والاختباء. الواو هنا حرف عطف، الاختباء معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه برضه بيبقى تابع للمعطوف عليه قبله اللي هو بالاستعداد، اسم مجرور. عندي كمان المنازل والمتاجر، أيضا كلمة المتاجر معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه تابع للمعطوف عليه اللي هو إيه؟ المنازل، مع مجرور بحرف الجر فيه. عايزين توكيد. التوكيد هيبقى مفيش في الجملة غير كلها توكيد معنوي، بيعود الضمير فيها على إيه؟ على كلمة شوارع اللي هي اسم كانت مرفوع علامة رفع الضمة، فكله هتبقى برضو توكيد مرفوع علامة رفعه الضمة والضمير فيها أهوت متصل بها بيعود على الشوارع. وفي نفس الوقت لو حذفنا كلمة كلها من الجملة لن تتأثر الجملة أو معنى الجملة، فتحققت الشروط للتوكيد المعنوي. في هذه الحالة كلها هتعرب توكيد معنوي. أجب بما هو مطلوب. الطالبات يحققن التفوق. الطالبات يحققن التفوق. الفعل يحقق هنا فعل مضارع مرفوع بالضمة ولا مبني على الفتح ولا مبني على السكون؟ عايزين نختار الإجابة الصحيحة. الفعل يحقق هو مضارع، نتذكر سويا، مبني على السكون. ليه؟ لاتصاله هنا بنون النسوة. عارفين إن الفعل المضارع هو فعل معرب إلا إذا اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد. إذا اتصل بنون النسوة يكون مبني على السكون، وإذا اتصل بنون التوكيد يكون مبني على الفتح. شوف السؤال اللي بعده. يعمل المصريون وهم فرحين. عايزين نصوب الخطأ النحوي ونكتب الجملة صحيحة. يعمل المصريون وهم فرحين. نعرف الجملة، يعمل مضارع، المصريون فاعل، وهم فرحين. نعرف كلمة فرحين هنا جاءت بعد الضمير هم. طبعا فرحين هي الكلمة فيها الخطأ، هي المفروض تكون فرحون وهم فرحون. ليه؟ لأن كلمة فرحون خبر للمبتدأ هم، والجملة كلها وهم فرحون جملة حال للمصريين في محل نصب حال للمعرفة قبلها اللي هم إيه؟ المصريون. عندي واو الحال وعندي الضمير، كلمة فرحون هتبقى خبر للمبتدأ. حضر الطلاب جميعا، حضر الطلاب جميعهم، حضر الطلاب كلهم أجمعون. عايزين نعرف كلمة جميعا وجميعهم أجمعون، الكلمة التي تحتها خط فيه الجمل.
أولاً كلمة جميعاً الأولى هنعربها هنا إيه؟ حال. ليه؟ لأنها لم يتصل بها ضمير. إذا استعملت جميعاً دون ضمير يعود على المؤكد فنتعرب حال وليست توكيداً. يبقى جميعاً الأولى هنا إيه؟ حال. طيب، حضر الطلاب جميعهم. جميعهم هنا كلمة جميع اتصل بها ضمير، يبقى إذن هيبقى توكيد مرفوع وهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. المثال الثالث معايا، حضر الطلاب كلهم أجمعون. عايزين نعرف كلمة أجمعون. هنا كلمة أجمعون هنعربها برضو توكيد مرفوع وعلامة رفعه الواو. طيب أمال كلهم هنعربها إيه؟ هنعربها برضو توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كلهم اتصلت بضمير وأجمعون جاءت بعد كلهم. إذا جاءت كلمة أجمعون أو أجمع أو جمعاء أو جمع بعد كلمة كلهم فتعرب توكيد، يعني في الجملة عندي اتنين توكيد. شوف المثال اللي بعده، كتبت بنفسي هذا الموضوع. عايزين نحول الاسم المجرور بحرف الجر إلى توكيد معنوي، اللي هي إيه؟ بنفسي الكلمة أو الاسم المجرور بحرف الجر اللي هو بنفسي محطوط تحته خط. إزاي هحول كلمة بنفسي إلى توكيد؟ هنا في قاعدة سريعة كده هفكركم بيها. طبعاً كلمة نفسي هنا هتبقى توكيد لمين؟ لتاء الفاعل اللي هو أنا. كتبت أنا نفسي هذا الموضوع. في الحالة دي أنا لازم أجيب ضمير يفصل بين الضمير والتوكيد، يعني هقول كتبت أنا نفسي هذا الموضوع. كتبت أنا نفسي هذا الموضوع. إن الطالب الذي يجتهد يحبه المدرس. اجعل ما فوق الخط اسما معربا مع المحافظة على معنى الجملة. اللي فوق الخط اللي هو الإيه؟ الاسم الموصول الذي. متى يكون الاسم الموصول معربا؟ إذا دل على مثنى. يبقى أنا كل اللي أنا هعمله إيه؟ إن أنا هسني الاسم الموصول وبالتالي هسني الجملة معاه، يعني هقول إن، طبعا إن بتدخل على الجملة الاسمية بتنصب المبتدأ وبترفع الخبر، يبقى إذا الطالبين، إن الطالبين اللذين، نعت لكلمة الطالبين، يجتهدان يحبهما المدرس. شوف الإجابات سريعا، هي الإجابة يعمل المصريون وهم فرحون، حضر الطلاب جميعا حال منصوبة، جميعهم توكيد مرفوع بالضمة، أجمعون توكيد مرفوع بالواو، ويعني المثال الأخير حضر الطلاب كلهم أجمعون، احنا قلنا ده توكيد مرفوع بالإيه؟ بالواو. كلمة أجمعون ممكن تيجي في أي صورة تانية، المهم إنها تكون جاية بعد توكيد أول اللي هو كلهم، كل غالبا تأتي بعد كل. مثلا لو قلنا قرأت القصة كلها جمعاء، كلها جمعاء، فكلمة جمعاء برضو هتبقى توكيد وكلها برضو توكيد. قرأت الكتاب كله أجمع، كله أجمع، كله توكيد أول وأجمع توكيد تاني. حضرت الطالبات كلهن جمع، برضو جمع هتبقى توكيد، المهم إنها تيجي بعد إيه؟ بعد كل. بالنسبة لكتبت بنفسي، علشان التاء هنا تاء الفاعل لازم أفصل بينها وبين التوكيد المعنوي بفاصل ضمير منفصل اللي هو أنا. لكن لو كان الضمير منصوب يعني مفعول به مثلا زي كلمة رأيت أو نفسه،
فمش لازم ان انا افصل ما بين التوكيد والمؤكد حاجة. المؤكد بتاعي اللي هو الضمير الهاء هقول رأيته نفسه مررت به نفسه. ليه؟ لأن هنا الضمير اللي هو الهاء اللي أنا بأكده اللي هو المؤكد عندي منصوب وليس مرفوع. يبقى إذن في حالة الرفع فقط أنا بفصل ما بين المؤكد والتوكيد. المؤكد بتاعي اللي هو تاء الفاعل والتوكيد اللي هو نفسي. إن الطالب الذي يجتهد يحبه المدرس، إن الطالبين اللذين يجتهدان. طبعاً كلمة اللذين هنا هنعربها نعت منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم ونهاية دروس الفصل الدراسي الأول. نرجو أن نكون قد وفقنا في توصيل المادة، سنتواصل مع إن شاء الله في مراجعات لدروس الفصل الدراسي الأول بإذن الله. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.